الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم الخميس 10 من ديسمبر، 365 عينة تم فحصها، 7 إصابات جديدة سجلت في أنجمينا ومنهم مخالطين لحالات سابقة، 6 حالة شفاء، يرتفع العدد الكلي إلى 1587، 0 حالة وفاة، يبقى عدد الوفيات 102، 50 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 من مارس 1739 في 17 إقليما. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات وبالأخص التباعد الاجتماعي، وفي حالة ملاحظة أعراض مثل كحة، عطس، صعوبة في التنفس، الاتصال مجانا بالرقم 13 13. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أوشومي.